طيب تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على السوشيال ميديا بعد فوز الاهلي امبارح بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه، ونبتدي بحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقول ان علي معلول وصل لهدفه ال 17 تاريخيا بقميص الاهلي في بطوله الدوري الممتاز، وانه خلاص تساوى مع ربيع ياسين ومحسن صالح وفؤاد صدقي ومروان محسن في عدد الاهداف اللي احرزها لاعب للنادي الاهلي في بطوله الدوري. طبعا ده مش اكبر عدد من الاهداف، اكبر عدد كان الكابتن محمود الخطيب على ما اتذكر 109 هدف، يعني لو الرقم صح اللي انا قلته يعني. كمان تعالوا نروح لحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا ان ملامح برنامج الاهلي مواجهه كايزر تشيفز يعني موضوع او برنامج واضح بالنسبه للجميع، يعني الاهلي هيخلص ماتشين المقاولين والمقصه باذن الله على خير بست نقاط مهمين باذن الله واحد احد، وبعد كده هيسافر يوم 12 او 13 بالكثير للمغرب من خلال طياره خاصه، وهيترأس البعثه بنسبه كبيره جدا جدا لحد دلوقتي طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وان شاء الله باذن الله يوصلوا بالسلامه للمغرب عشان يخوضوا لقاء نهائي دوري ابطال افريقيا امام كايزر تشيفز، وان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. خلينا كمان نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، حسابهم على تويتر اللي بيقولوا ان محمد شريف بيتصدر هدافي دوري ابطال افريقيا برصيد 5 اهداف، بيقدم بصراحه اداء رائع فعلا ونجح في قياده الفريق للوصول لنهائي دوري الابطال. مهم قوي ان محمد شريف يستمر بالمستوى ده، وطبعا طبعا هو افضل مهاجم دلوقتي في الكره المصريه، نتمنى له يا رب كل التوفيق، لاعب مؤثر جدا بصراحه. الاهرام وحسابهم على تويتر وبيقولوا ان جلسه موسيماني مع عبد القادر تعجل بعودته للاهلي. طيب حلو قوي النقطه دي، خلينا نتكلم على كواليس اللقطه اللي كانت ما بين موسيماني واحمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار لسموحه بعد انتهاء المباراه، في صوره كده انتشرت وهقول لحضراتكم بالظبط ايه اللي حصل في التوقيت ده. موسيماني معجب جدا بقدرات احمد عبد القادر، متابعه بشكل كبير قوي قوي، فكان حابب ان هو يتكلم مع اللعيب، فقبل ما يتكلم معاه طلب الاول من الكابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه استاذنه، قال له انا بس عايز اقف مع اللعيب بتاعك لان طبعا هو لاعب في سموحه دلوقتي وعايز اتكلم معاه شويه. وقف اتكلم مع احمد عبد القادر، قال له كلام يعني مقتضب جدا، ما كانش في حديث مطول ما بينهم، الكلام كان عباره عن اشاده بمستوى احمد عبد القادر وتاكيد من موسيماني على انه متابع اللاعب، اكد له كده قال له انا متابعك وبتفرج عليك ومبسوط جدا من ادائك، ومهم جدا بالنسبه لي انك تستمر بالمستوى ده خلال الفتره اللي جايه واشوفك كمان بتلعب بشكل افضل وافضل، وما تزعلش انك رحت او ما رحتش قائمه المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، انت لاعب كبير وانت لاعب بتادي موسم اكثر من رائع، انا عايزك تستمر على المستوى ده. هو ده بالظبط اللي حصل ما بين موسيماني واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر بصراحه عامل ماتش او عامل موسم ممتاز جدا مع سموحه، ان شاء الله باذن الله في حاله عودته للنادي الاهلي يكون ايضا لاعب مؤثر للفريق، لان هو عنده قدرات مميزه جدا، كانت حاجه غريبه قوي بصراحه بصراحه، يعني رغم يعني كل الاحترام لقرارات كابتن شوقي غريب، لكن صعب قوي ان احمد عبد القادر ما يبقاش موجود في اولمبياد طوكيو بصراحه يعني. لكن في كل الاحوال دي الكواليس اللي حصلت خلال مشهد الامس او الصوره اللي شفناها يعني. الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك بيقول اتحاد الكره يشكل لجنه لنقل لاعبي الاهلي الى طوكيو، وعشان يشوفوا يعني الشكل اللي هيسافر من خلاله النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي المختارين في قائمه المنتخب الاولمبي، هل طياره خاصه هتوديهم على طول على هناك على طوكيو ولا لا. المعلومات اللي عندي ان هتكون رحلات طيران عاديه جدا من المغرب لطوكيو لرباعي النادي الاهلي تقريبا اللي هيكون مسافر بعد انتهاء الماتش على خير باذن الله بتتويج النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا، وفي تنسيق كامل بيتم ما بين النادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه اللي بتدير الاتحاد خلال الفتره الحاليه. خلينا كمان نروح لفين؟ نروح للوطن سبورت وبيقولوا بشكل عاجل يعني ان الوحده الاماراتي يجس نبض حسين الشحات الرحيل عن النادي، مفيش حاجه خالص من الكلام ده يا جماعه. كل لعيبه النادي الاهلي مركزه في نهائي دوري ابطال افريقيا، لا حد جاله عروض ولا حسين حد جس نبضه ولا حد بيفكر ان هو يمشي ولا كلام من، كله دلوقتي بيفكر في ايه؟ في الماتشات اللي موجوده دلوقتي في الدوري وفي المباراه الاهم من نهائي دوري ابطال افريقيا. حسين الراجل موجود ومكمل مع النادي الاهلي، مكمل مع النادي الاهلي وبيظهر بمستوى جيد ومستواه بيرجع بشكل تدريجي، فبالتالي اكيد هو موجود مع النادي الاهلي ومفيش اي جس نبض ولا اي حاجه، وكلها اخبار يعني بشانها بتحاول ان انت تشتت شويه اذهان لاعبي النادي الاهلي.
اخيرا من اليوم السابع وصفقه تبادليه، الاهلي يضم ثنائي سموحه مقابل ناصر ماهر في الصيف، لم يحسم اي شيء حتى الان، وده برضو امر مهم جدا. ناصر ممكن ما يكونش بيشارك، ممكن ما يكونش بيلعب، ده احنا كلنا متابعين وشايفين الكلام ده، لكن مش معنى كده ان في قرار نهائي برحيله خالص. ممكن تكون احتياجات المدير الفني دلوقتي في المباريات او اعتماده على مجموعه معينه هي هو مركز معاه، فبالتالي ممكن ما يكونش ناصر بيشارك بشكل كبير. لكن هل ده معناه ان ناصر هيمشي؟ مش شرط، وارد انه يمشي بس مش شرط. اكيد لسه الكره فيها متغيرات كتير جدا، في يوم وليله ممكن كل حاجه تتغير، ممكن تلاقي ناصر ده بيلعب الماتش الجاي اللي بعده، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. لكن مفيش اي اتفاقات على اي شيء ما بين الاهلي وسموحه بخصوص ناصر ماهر او الاثنين اللعيبه اللي هم بيقولوا عليهم في الخبر. لاعب في كره السله، هحاول اجيب لكم الاسماء بالظبط، اسمه عمر عزب، وحسام حسن مهاجم سموحه المعار في ليبيا. مفيش اي كلام بهذا الخصوص بشكل رسمي خالص خالص، ولا حتى بشكل ودي عشان تبقوا عارفين. ده فيما يتعلق بترند الاهلي وكل الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه. يلا بينا.